الانسان ايضا لا يكون الثغرة الثانية في حياة الانسان اللسان. اللسان دائما يجب ان يكون لسان المؤمن خلف عقده. الامام لم يذهب الى المسجد يعني تأخر، فقدموا احد الحفظة اول مرة يصلي بالناس، وجد ولا الضالين، وجد عدد زي حضراتكم ده ما شاء الله مال المسجد الامين، اهتز الرجل قال يا الله. فقال بدل ما نبدأ في سورة طويلة خلينا في الايه في الاخلاص وبعدها الفلق. فقرأ قل هو الله احد الله الصمد، وارتبك ارتبك. طبعا كل المسجد ايه حافظين الاخلاص من هنا، لم يرد ولم يولد، لا يرد ولم يولد، كله لم يرد ولم يولد، سبحان الله. فصلى ركعة الثانية بالفلق وربنا سترهم. فجاء في صلاة العشاء قال طيب نعوضها، بدأ في الركعة الأولى بسورة الأعراف. طبعا مش حد حضر ايه الأعراف، جاء عند قاعد الآية 15 وعمل انه توقف. خلي بالك اياك حد يرد، محدش يا اخوانا ركعة بعد ما خلصت الصلاة لم يرد ولم يولد، لم يرد ولم يولد، سبحان الله. هو ده اللي فاتحين فيها، انت ما تسكت، لكن احنا مندفعين يا اخي استنى يبدا عريقه الامام، وكل الناس ما شاء الله معاه مصحف في يد الشيخ بس ياخذ نفسه. ساقول ان يا عم اصبر على بالك شوي. فالسنتنا امام عقولنا، نحن نريد ان تكون السنتنا خلف عقولنا، نفكر ونفلتر الكلام ثم نخرج.